حي شوارعك يا بلادنا المعمورة. لو 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 لا لي لو 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 لا لي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة. صباح الخير لكل يلي قرروا أن يرافقونا بموعد صباحي عم يتجدد بلقائنا معكم يوم جديد، وعم نقلب ورق روزنامة شهر تشرين المفعم برائحة المطر ونسمات خريفية بتذكرنا بالاستعداد أكيد لاستقبال الشتاء بنهار جديد. إن شاء الله يا رب يكون حامل معه كل ملامح النصر على أيدي حماة الديار. محطات عديدة ومتنوعة رح نترافق فيها ضمن رحلتنا الصباحية ومواضيع جديدة من دمشق أقدم عواصم التاريخ. رح نترافق معكم برحلة ومحطات وبرحلة صباحية جديدة، ولكن خليني سلم على زينب. صباحية زينب. صباحك ليا، وصباح أول مطرة بشهر تشرين، يعني ريحة المطر لهلا كنا عم نحكي عنها ليا. خلينا كمان صبح على جميع مشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد عم نترافق معكم بمحطات من سوريا والعالم. تحيتنا الأولى دائما لرجال الله في الميدان، أبطالنا بالجيش العربي السوري. اليوم رح نتطرق لعدة عناوين مع ضيوفنا، مجموعة من الأخبار الثقافية والمنوعة. كل هالأخبار بعد الفاصل. بداية جولتنا الصباحية لليوم مع مجموعة من الأخبار المنوعة، خلينا نتابعها مع بعض. بداية جولتنا المنوعة لليوم رح تكون من الفلبين، حيث قام مخترع باختراع أصغر وأخف سيارة طائرة في العالم، وتمكن المخترع من الطيران بنجاح في أول تجربة حقيقية لطائرته الجديدة التي تمكنت من الطيران حتى علو وصل 7.5 متر. كما تستطيع السيارة التحليق في مختلف الظروف الجوية الماطرة والمغبرة. وإلى خبرنا التالي، ابتكر المزارعون الصينيون تقنية رائدة لزراعة الخضروات دون التربة تعطي محاصيل أكبر بكثير من الزراعة التقليدية. وطور المزارعون طريقة زراعة جديدة باستخدام صناديق فارغة تحتوي على نظام ري عمودي فريد، وأهم إنجاز لهذه الطريقة الثورية في الزراعة هو طرحها لمحاصيل تفوق كمية المحاصيل الزراعية التقليدية بست مرات على الأقل.
إلى خبرنا الأخير لليوم بجولتنا المنوعة، فقد توصل مطورو واتساب إلى حل الخلل في التطبيق. سمح في السابق لقراصنة الإنترنت الهاكرز تدمير التطبيق، أي إيقافه عن العمل عند استعمال المستخدمين لخاصية المحادثة بالفيديو. ونجحت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب بإصلاح المشكلة في تحديث تم إصداره هذا الأسبوع. وأكد المطورون بأن الثغرة هي خلل في ذاكرة بخاصية مكالمة الفيديو في الواتساب، وأضافت أن هذه المشكلة يمكن أن تحدث عندما يستقبل مستخدم واتساب مكالمة فيديو من أحد القراصنة، وتأثر مستخدمو أنظمة iOS وأندرويد فقط بالخلل التقني لاستخدام أنظمتهم تقنية تتيح حدوث هذه الثغرة، وعلى هؤلاء أن يثبتوا التحديث الجديد للتطبيق فوراً لتفادي التعرض للاختراق. بعد ما شفنا مجموعة من الأخبار المنوعة حول العالم ليا، رح نروح ونشوف كمان أخبار ومعلومات غريبة وجديدة ضمن هالتقرير. معلومات كتيرة ممكن تبر بيومنا ومنحب نتذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن التحدث مع الأطفال الصغار وتعليمهم وقضاء وقت معهم يطور تفكير الشخص ويحسن من حالته النفسية؟ وهل تعلم أن النوم والضحك يعتبران أفضل علاجين مجانين لجميع مشاكل الإنسان؟ وهل تعلم أيضاً أن معظم الأشخاص الذين يكتبون بخط سيء يعتبرون أكثر ذكاءً؟ وأخيراً، هل تعلم أن النوم أكثر من 9 ساعات يؤثر بشكل عكسي على كيمياء الدماغ ويزيد الرغبة في النوم؟ اليوم 12 تشرين الأول، هالتاريخ يوم بعد يوم عبر سنين كان في أحداث مفصلية، خلينا نشوف ونتذكر مع بعض. اليوم 12 تشرين الأول، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذكرت هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1492، رحلة كريستوفر كولومبوس تصل إلى جزر البهاما بمنطقة الكاريبي القريبة من أمريكا. وبعام 1992 زلزال ضرب القاهرة بقوة 5.8 على مقياس ريختر. وبعام 2015 جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية منحت للبريطاني الاسكتلندي أنغو ديسيتون لتحليله بالاستهلاك والفقر والرفاهية. وبنفس اليوم أيضا شركة ديل تستحوذ على شركة AMC بصفقة بلغت 67 مليار دولار لتصبح أكبر صفقة بتاريخ الشركات التقنية على الإطلاق. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 12 تشرين الأول تاريخ ولادتها، بعام 1935 لوتشيانو بافاروتي مغني أوبرا إيطالي. ومثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات، فبعام 1965 بول مولر عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1948. هي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ 12 تشرين الأول. معكم سعيد. كثير من الشخصيات اللي سجل تاريخ 12 تشرين الأول وفاتها، تاريخ وفاتها أو ولادتها. خلونا نشوف مين شخصيتنا لليوم. نحن عم لوتشيانو بافاروتي مغني تينر إيطالي، يعد من أشهر فنانين الأوبرا في الطبقة العالية من الرجال في عصرنا الحاضر، وعين رسول السلام التابع للأمم المتحدة. ولد بافاروتي في 12 من تشرين الأول من عام 1935،
بعد أن تخلى عن حلمه بأن يصبح حارس مرمى كرة قدم محترف، أصر على قضاء 7 سنوات في التدريب الصوتي. بدأ بافاروتي حياته كتينور في إيطاليا في عام 1961، ثم بدأ الغناء في دار الأوبرا في هولندا، فيينا، لندن، بودابست وبرشلونة. وقد اكتسب التينور الشاب حينها الخبرة القيمة بالإضافة إلى التقدير الواضح. بحلول منتصف السبعينات صار بافاروتي مشهوراً في جميع أنحاء العالم بتميز وروعة صوته، خاصة الطبقات العليا. وبين عامي 1970 وعام 1980 كان بافاروتي قد أثبت نفسه كأحد أعظم مطربي التنر بعروضه المتعددة في أكبر دور أوبرا في العالم. توفي بافاروتي فجر الخميس 6 أيلول من عام 2007 في منزله في مدينة مودينا شمال إيطاليا عن عمر ناهز 71 عاماً. تؤكد النظريات التربوية والنفسية أن الاهتمام بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل بيساهم بصورة كبيرة ببناء وتطوير شخصيته وتدعيم إرادته وطاقته نحو النجاح والعيش بإيجابية بالحياة. يمكن الأنشطة الترفيهية ليا هي طبعا مساحة زمنية حرة عم يتمتع خلالها الأطفال بأنشطة متنوعة وعم تعبر عن طاقاتهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم بمجالات الترفيه والهوايات المتنوعة بصورة كبيرة بتدعيم الإرادة والطاقة بالنجاح والعيش بالحياة. بصباحنا غير معنا اليوم الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب لنحكي أكثر عن هالموضوع. سعد صباحك. صباح المطر اليوم. صباح الخير. صباح الخير. صباحك رندا وأهلا وسهلا فيك. يمكن بأول ما تبلش المدرسة أو أول ما يبلش هيك دروس والواجبات بيروح الترفيه، خلينا نحكي قديش مهم الترفيه وقد مهم النشاطات بالنسبة للأولاد. هلا اولا هي بتكون كثير بالصيف، بيكون تقريبا بشكل يومي او 3 ايام او، والطقس بيكون مساعد، ولما بننقل على الفتره الشتويه بيكون الوقت اقل، مده النهار اقصر، كم الواجبات والمطالب من الطفل بتكون اعلى. حتى بالمرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه، يعني بكل مراحل الدرس، حتى طلاب الجامعه كمان، فبيكون عندهم عبء معين بوقت قصير بطقس ما بيساعد كثير لنشاطات خارجيه. فلهيك انا دائما بنصحهم وبنصح اهاليهم انه يغيروا الوقت تبعه، يعني في حال كان عنده 3 ايام او شكل يومي بالصيف، ما عليه بالشتاء يحافظ على هوايه معينه لو مره بالاسبوع هي تكون المنفس تبعه واللي بيفرغ فيه هالشحنات اللي اخذها طول الاسبوع، بتعطيه متعه خصوصي انه عم بينجز بشيء بيحبه وما بيحسه عبء. في جانب ثاني من الهوايات هي عن جد بتكون مطلوب منا في التزامات وتدريبات معينة، مثل الموسيقى، يتدرب على آلة معينة، يحفظ نوتة معينة. هي كمان ممكن ولو كان هو حاببها ولو كان هو مهتم لأنه يتطور فيها، ولكن ممكن تسبب له هذا العبء الإضافي غير دروسه. لهيك أنا أفضل إن كان في من هاي النشاطات والهوايات اللي هو عم بيتابعها خلال عام كامل صيف شتاء ينضف لها بالشتاء، عكس ما بيقولوا إنه نحن بالصيف منحط النشاطات كاملة. لا، أنا بحط له نشاط رياضي محبب ما له أي ضغوط ولا له أي واجبات منزلية ممكن يتابعها لبعدين. هذا بيعطيه الشعور دائما بيكون فريش، دائما حتى ذهنيا الحركة البدنية دائما هي كتير بتأثر على الدماغ وعلى التحصيل، فهذا كله بيساعد. خصوصي أنه أغلب بالشتاء دائما نحن متوفر عنا كتير صالات داخلية، يعني ما في حتى السباحة، يعني كتير صار متوفر هذا الشيء، ما عاد في مشكلة الطقس أو مشكلة الجو تأثر. رندا، يعني شو الهدف من أنه يكون في أنشطة ترفيهية وخاصة مثل ما قلنا بوقت المدارس؟ يعني كمان في قصة الوقت والشتي والنوم بكير، كيف يا كمان الأم تنظم هذا الوقت للولاد أنه بين الدرس وبين الترفيه، وخاصة كمان اللي عندهم خلينا نقول الشهادة التاسعة مثلا، بيحبوا مثلا يتعلموا موسيقى، سباحة، مع هالقصة أنت؟ هلا أنا مع بدايات العام الدراسي تكون موجودة،
وقت اللي يكون في عنده ضغط درس ما عليه ممكن مثلا يخفف شوي، بس هي دائما لازم يكون في شيء دوري هو بيهتم فيه هو بيتابعه، لانه احيانا خصوصي لما بيكون في فروق فرديه بين الطلاب بتلاقي عندك ممكن شريحه من او قسم ولو صغير هو امكانياته ما لها كبيره، او بيتطلب ليحفظ درس ذاكرته ضعيفه ليحفظ او يحصل معلومه بده وقت اكثر من باقي زملائه، فهذا حيعطيه تراكمات، شعور بالاحباط، شعور دائما الوقت مداهمه، دائما ما عم بيقدر ينجز. لهيك انا بحاول اعطيه دائما، وهن اللي بيكون عندهم هاي الفروق دائما بيكون هن مميزين بهوايه معينه، فانا بحاول وازن له شخصيته وازن له نفسيته انه ياخذ الشعور بالانجاز من هوايه بيحبها بدون هاي الضغوط، وهي دائما حتجدد له، لانه هن دائما بيكونوا كثير حساسين، كثير بيقارنوا نفسهم بالمحيط وبزملائهم اللي من نفس العمر. لهيك انا بفضل انه يكون في عندهم، ومثل ما قلنا لما بيكون مقرب وقت الامتحان حيزيد معه القلق، رح يزيد معه قلة النوم، رح يزيد معه التوتر، رح يحاول يلاقي الطريقة ليراجع معلوماته أكثر. لما بيكون هو ببداية العام ماشي درس بدرس وخطوة بخطوة وطالع شوي شوي لصفية وقت الامتحان هي مراجعة مو أكثر، فما حيلاقي حاله مضغوط ولا أهله حيلاقوا حالهم مضغوطين، بس هي لازم يوازنها شوي، ومثل ما قلنا لما يكون في شيء ثابت ممكن نحن يخفف يزيد حسب وقته وحسب تنظيمه لوقته. نعم، خلينا نحكي يمكن كمان بكثير من المدارس في أنشطة بتهتم بالأطفال وفي مدارس لا، بس خلينا نحكي عن المدارس اللي بتهتم بهي الأنشطة وكيف يمكن بتتبنى بعض الأطفال، وفي أطفال بيتم اكتشافها خلال المدرسة، يعني ممكن الأهل ما نون منتبهين لموهبة الطفل. تماما، نحن من تجاربنا صرنا نلاقي مواهب من الأعمار بين 3 إلى 5 سنين، شفنا كتير مواهب سواء برياضات معينة سواء بالرسم سواء بالموسيقى، صرنا نحن ننبه أهلهم عليهم وندعمهم وحطيناهم بأول الطريق. الفكرة إنه للأسف عنا الأعمار الصغيرة اللي ما يعني تحت المراحل الابتدائية هنا بيهتموا بكل الأنشطة الرياضية، بكل أنواع الموسيقى، بكل أنواع الرسم، ممكن يتقدم للطفل ولو تجربة بسيطة نشاط يقدر تعرفيه هو وينه من هاي الهواية، ولكن بالمراحل الابتدائية وحتى للجامعة عم بيكون الموضوع فقط لرياضات القدم والسلة اللي هي عم بتخص أكثر الصبيان، ما عم بتكون يعني مثلا الجمباز، الباليه، الزومبا، هي ما عم تكون كتير متواجدة، بلش الوعي عليها بس عم بيكون مضغوط النهار الدراسي، فما عم بيكون في فرصة للطفل يكتشف انه اي انا بحب هاي الرياضة او انا اي بحب هذا المجال اني اختص فيه. لهيك كتير فكرة لطيفة انه انا اذا لسه ابني ما بعرف شو هوايته، اغلب الاهل انا بيسألوني انه طب انا كيف بدي اعرف شو هواية ابني، بيرسم حلو بيغني حلو بس انا شو هوايته ما بعرف، فانا انه ليه ما نعمل نحن نشاط اسبوعي شهري مره بالفصل، كل مره نجربه نشاط، مره ناخده فروسيه نعرفه شو هو الخيل، نعرفه شو ممكن شو يعني فروسيه، ممكن مره نحضره درس موسيقى ما قدرت طلعه انا ممكن حضره، في تكنولوجيا كثير بتساعد ممكن انا حضره سمعه معزوفات، وبلش بقى من هون انا بكتشف معه، ولازم احطه بكل الخبرات ولحتى اقدر اعرف شو هوايته وبصير هو بيختار. كمان دائما بصير اكتئاب الفصول عن الاولاد او اكتئاب الامتحانات، خلينا نقول حتى عنا بس عن الاولاد كمان بصير، واحيانا بتحسيهم انه خاملين، في خمول، في كسل، حتى ما بدهم يروحوا على المدرسه. قد اليوم هاي النشاطات الترفيهية مهمة يا رندا حتى نحول الطاقة السلبية لإيجابية ونحببه بشيء اسمه وقت، نحسسه بقيمة الوقت. في فكرة هي لما أنا بدمج النشاط الرياضي بالدرس بالمعلومة، فهو أنا صار عندي درس تفاعلي معتمد على الحركة، معتمد على مسابقة، معتمد على نشاط معين، وعطيته من هذا النشاط يروح يجربه بالبيت يلعب هو ووالدته هو وإخواته ويرجع تاني يوم يقول لي شو النتائج ومين فاز.
لما أنا دائما هون بيكون دائما أنا بقول لهم إنه آخر الدرس دائما لازم أختم إنه أنا أعطيه محفز لتاني يوم للطفل ولو شو من كان النشاط ولو لمدة دقيقة، فهو حيضل على الآن بذهنه إنه أنا في شيء تاني يوم لازم أقوم أقدمه، حيعطي هذا الدافع لأنه يفيق الصبح ويجي. هذا في حال ما كان فيه بحصص معينة لأنه أنا يكون عندي نشاط فرغته لنشاط معين. أما لما بيكون في حصص ثابتة معلم مو غلط إنه أقسم الحصة أعملها، يعني في عدة نشاطات، يعني ممكن أدمج حركات جمباز مع حركات ممكن القدم، مع فيني أعمل عدة نشاطات بحصة درسية واحدة بحكم أنه ممكن يكون كتير مضغوط البرنامج خصوصي بالأعمار الأكبر. فمو غلط هو دائما ولو يكون ملاقي حاله بس بعشر دقائق من هالنشاط أنه يقدر يحفظه ليروح. هلا الاكتئاب وفقت الصبح انا كثير بربطها بالحافز، نحن دائما بيكون عندنا حافز انه نطلع نطور حالنا نعمل اسم نشوف رفقاتنا. الطفل لسه ما بيكون عنده انه هو شايف ما في اي اهميه للفئه بكير غير ازعاج من الاهل، لهيك انا بقول انه لما ببلش يكون اصدقاء لما ببلش يعمل هالوسط الاجتماعي اللطيف بالصف هذا يخليه يكتشف أكثر هو وينه بين رفقاته وشو الهواية اللي حتى هو بيقدر يرغبها. ممكن تكون لغة، يعني مو بالضرورة أبدا تكون، أنا بعتبر حتى تعليم اللغات هي ملكة عند الشخص، مو الكل بيقدر يمتلكها باللغة باللهجة المناسبة. لهيك انا انه ما علي لما ببلش انا ما بيقولوا انه الرفقه بيعدي بعدها، فليه لا، انا اذا بحطه بين مجموعه من الاصدقاء ممكن كثير يتطور ممكن كثير يعرف شو بده. نعم رندا، خلينا هيك شوي نحكي عن الاطفال بالمدرسه، وخلينا نحكي من خلال تجاربك. يمكن كثير من الاولاد بيكون عندهم موهبه، مثلا حدا بيحب الرسم بس في الغيره يمكن بتلعب دور كثير كبير، بصير بده يقلد رفيقه اللي هو مثلا بيغني وهو ما عنده هذا الشيء، فهون كيف انت بتعاملي الولد؟ هلا اهم شيء انه ما يكون في نقد لما بده يجي لي مثلا انا انه انا مثل رفيقي بعرف غني مثلا او انا رسوماتي حلوه مثله، انا اوكي انا بعمل معرض لرسومات الكل وبعلقها على مدى نظره، فهو يوميا حيشوفها. الطفل ذكي بيقدر هو يقيم حاله انه هون كان احلى من هون، ممكن يطور حاله وممكن عن جد تكون الغيره ايجابيه وتكون دافع له ليتطور ويكتسب موهبه ظريفه، وممكن لا يشوف انه لا انا مالي ملاقي حالي هون، ما اجاني هذا الرضا، فممكن اشوف هوايه ثانيه او شيء ثاني انا ببدع فيه. فاهم الشيء انا شجعه ارجيه هو لحتى هو يقارن، ما انا اللي قارنه انه شوف فيك احلى منك، لا انت هون اشطر، لا بالعكس انا بغير طريقه كلامي انه حلوه كثير وانت كمان شاطر بهيك وانت كمان بتعرف بهيك، فهو لحاله حياخذ هذا التعزيز وحيشوف اسهل له. دائما نحن لما بنعرف شيء بنحبه وبنبدع فيه فبيكون اسهل علينا تطبيقه ما نكون عم ناخذ شيء مو لنا وعم نحاول نحن نبدع فيه. أكيد رندا، يعني معلومات كثيرة فتينا فيها، وخاصة الأهالي اللي هلأ متخبطين بين الصيف والشتي، وخاصة أنه العام الدراسي بلش بكير على الأولاد يعني صح. فخلينا كمان نقول أنه إن شاء الله هيك يعطوهم كل الوقت ليوازنوا أمورهم ويحسوا بقيمة الوقت بمتعة. خلينا نقول شكرا لك يا رندا على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها. شكرا لكم. شكرا لك، سعدي صباحك. أما هلأ مشاهدينا خلونا ننتقل لباب توما، تحديدا لكنيسة اللاتين يلي شهدت مراسم الصلاة يلي على نفس الفنانة الألمانية العاشقة لسوريا أورسولا باهر. تفاصيل أوفى من تبعها بتقرير زميلتنا هالة السعدي. Oh.
Yeah, it feels very sad that my wife was dead. إنني حزين لأن زوجتي توفيت، ولكنني في نفس الوقت أعتقد بأنها كانت نهاية مثمرة، ولدي أمنيات كبيرة. أنا سعيد لأجلها، أعطتني أشياء كثيرة. قلبها كان دائما مع الأمور في سوريا للسنوات الأخيرة، وسيكون جسدها في سوريا والتراب السوري. الحقيقة أرشل هي صديقة غالية كثير، كانت من أكثر الناس بالغربي اللي مناصرين للقضية السورية. صلى 7 سنين بألمانيا ما تركت أي مظاهرة للجالية السورية مثل ما شاركت فيها بدعم الشعب السوري. بدأت برسم لوحات تحكي عن المأساة السورية من 2011 لغاية اليوم. جندت كل فن لسوريا، أقامت معرض ببرلين دعم للقضية السورية، وكان آخر أحلامها أن تزور دمشق ونقيم فيها معرض معرضها اللي سويته بدار الأسد الثقافي، سمته نهوض من الرماد. هي بشرت بقيامة سوريا وسلمت الروح البارية بعد ساعات من تحقيق حلمها الكبير. اليوم عم ترقد أرسولا بدمشق بتراب دمشق بناء على وصيتها، وإن شاء الله تتحول لياسمين يغطي كل شيء جميل بهالبيت. اللي معها بحدود حوالي 9 أيام، بس حاسس حالي اني من سنين عايش معها، لأنها إنسانة باطنية روحانية، تفكيرها العقلي باطني، فهي بتحس بالناس مثل ما قالي جوزها. هي خلقت مشان إنسانية، مشان تخدم الناس، وهي آدمة جدا. الشيء نحن عشناه بها 7 سنين، طبعا كانت ثقتها قوية بشعبنا وكانت تحب شعبنا، وقالت لي دائما اللي بده يفهم مستقبل البلاد هاي يرجع على الماضي تبعه. اجت شعوب مهبة ودب معتدي على بلادنا، بس بنهاية ضدت بلدنا وضد الشعب. ننتقل لدرعا، حيث أقيم اللقاء الثقافي الوطني لاتحاد الكتاب العرب تحت عنوان درعا درع الصمود. استمرت الفعاليات ل3 أيام. تفاصيل أوفى مع مرح المقداد. تحت رعاية اتحاد الكتاب العرب وبالتعاون مع المكتب الإعدادي والثقافي والإعلامي في مدينة درعا، أقيم اللقاء الثقافي الوطني لاتحاد الكتاب العرب تحت عنوان درعا درع الصمود، والذي استمرت فعالياته ل3 أيام. تضمنت فقرات من القصة والشعر وندوة فكرية ثقافية بعنوان تحديات ثقافة التنوير، حيث ركزت الطروحات الثقافية على دور المثقفين في توعية جيل الشباب، وكيف أن للكلمة دورها في الدفاع عن الوطن في ظل الحرب على سوريا، والقلم الذي وقف سيفا في وجه الإرهاب، وتمجيد ذكرى الشهداء وذكرى النضال. كانت هذه الاحتفالية على مدار الأيام الثلاثة الفائتة هي الانطلاقة الفعلية لأنشطة فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا بعد السنوات المحنة التي عاشتها هذه المدينة والمحافظة بوجه عام. وتؤكد مثل هذه الاحتفالية على أن الثقافة الوطنية هي أيضا فعل مقاومة، لأن حربنا مع القوى الظلامية والتآمرية لم تكن معركة جغرافيا فقط، وإنما هي معركة تاريخ وحاضر ومستقبل. اليوم الفعالية مميزة جدا بوجود السادة المحاضرين بخصوص التحديات التي تواجه ثقافة التنوير. الحقيقة هذا العنوان العريض والكبير، نشكر اتحاد الكتاب العرب على طرح هذا العنوان، لأنه فعلا نحن بحاجة في هذه المرحلة لعملية تنوير ثقافي كامل لإخراج المجتمع إلى الثقافة الوطنية الصحيحة والسليمة. شدد الأدباء والمثقفون في اللقاء الثقافي على دور الثقافة في نشر فكر التنوير ونبذ فكر التطرف الذي حاول الإرهاب غرسه طيلة سنوات في عقول جيل الشباب، وضرورة مثل هذه الندوات في ترسيخ هوية فكرية جديدة لديهم.
عنوان هذه الندوة هو ثقافة التنوير والتحديات التي تواجهها. فأبنى لهؤلاء الناس أو تحدثنا عن فلسفة التنوير، كيف نشأت منذ قبل الميلاد وبعد الميلاد باختصار، وكيف استطاع الفلاسفة الغربيون أن يعني سبقوا أو كان عبدوا الطريق للثورات التي حصلت في أوروبا. على مدار 3 أيام كان الاتحاد الكتاب العرب شرف بتقديم المنتدى مهرجان قصصي ومهرجان شعري وتكريم الأدباء الشباب، محاولة منه لشحذ الهمام وتشجيع الشباب على الإبداع. عندما يكون المعطي قديرا ومعطاء وقادر أن يوصل الفكرة الصحيحة للمتلقي تكون الاستجابة رائعة. نحضر هذه المحاضرات الجميلة اللي يترأسها رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد الكتاب العرب، وكانت محاضراتي جيدة، يعني تبحث عن التنوير، تبحث عن المواضيع الهامة التي يعيشها مجتمعنا، المجتمع العربي السوري، وخاصة في هذه الأونة الأخيرة بعد الانتصارات الجيش العربي السوري. الهدف من اللقاء الثقافي في درعا تشجيع المبادرات الثقافية والتي تلعب دورا جوهريا في بناء الإنسان وبلورة الوعي الثقافي والإنساني لدى الشباب، وخاصة ذات الطابع الوطني والذي يساهم في التقدم الحضاري للبلاد. وإلى حما، وضمن نشاطات مهرجان حما للإبداع الشعري بدورته الثالثة أقيمت العديد من الفعاليات والنشاطات المتنوعة ضمن حما والمراكز الثقافية في المناطق التابعة لها، من ضمن أمسية شعرية بالمركز الثقافي العربي بمدينة السلمية. خلونا نتابع مع بعض كيف كانت أجواء. أقيم في المركز الثقافي العربي بمدينة السلمية أمسية شعرية بمشاركة عدد من شعراء المدينة، قدموا خلالها عددا من القصائد في الشعر العمودي والنثر وبحضور شعبي من سكان المدينة. من حمى وأرضي وصانوا من صنوفي القهر عانوا بل وكانوا يحملون الجرح سيفا ما استكانوا حتى نمشي فوق هذه الأرض نمشي. ما نلاحظه في هذا المهرجان هو تنوع القصيدة، نرى قصيدة التفعيلة، نرى قصيدة النثر، ونرى أيضا قصيدة الموزونة. كما تلاحظ أنت أيضا الجمهور المستمتع، نتمنى دائما أن تبقى هذه المهرجانات مستمرة في هذه المدينة. هدف الشعر إنساني ووطني بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى وجود العاطفة، يعني الشعر هو وجدان بالدرجة الأولى، محل اللي بيكون الوجدان بيكون الشعر، ومحل اللي بيكون الشعر بيكون الوجدان. الحرب التي أقيمت على سوريا وأثرت على كل المناطق السورية تركت آثارها الكبيرة، سيتم معالجتها بكل تأكيد بخطوات منها الحالة الثقافية، والسلمية تحديدا فعلا هي رسالة إنسانية لكل المنطقة، رسالة تسامح، رسالة تعاون، قدم رسالة وطنية عامة يعني عن الوطن الموجوع، هاي أهم شيء، ورسالة يعني عن الحب الغزال ولكن رسالة الوطن رسالة مهمة جدا. يعني اليوم الوطن عم يمر بأزمة كثير كبيرة يعني وبحاجة انه نطلع منها، فضروري جدا ترجع الناس تحب بعضها، هاي أهم شيء. يعني كلنا عرب سوريون، لم يفرقنا شيء، رغم كل الحرب، رغم الجوع، رغم الظروف التي مرت بالبلد، الدمار والحرب والرصاص، بقينا صامدين ونعلي صوتنا في وجه البنادق. الإحساس والشعر والنبض لكل الناس ولكل الحقول ولكل العصافير ولكل السنابل ولكل قلب ينبض بالحب. تأتي هذه الأمسية ضمن نشاطات مهرجان الإبداع الشعري بدورته الثالثة والذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المراكز الثقافية التابعة لها بمختلف المناطق، حيث حمل المهرجان هذا العام اسم الشاعر الراحل عبد الوهاب الشيخ خليل تكريما وتقديرا لإبداعاته وحضوره كونه من أهم ركائز العمل الشعري في محافظة حما.
وإلى فرنسا، حيث يحتضن معهد العالم العربي في باريس معرضا عنوانه مدن تاريخية، رحلة افتراضية من تدمر إلى الموصل. وفيه يستعيد المعرض من خلال أحدث التقنيات الرقمية 4 مدن تاريخية في العالم العربي، هي تدمر وحلب في سوريا والموصل في العراق ولبدة الكبرى في ليبيا، حيث اختيرت هذه المدن لما تمثله من تراث معماري فني حضاري وثقافي. خلونا نتابع مع بعض المشاهد. مع هالخبر منكم وصلنا لختام أخبارنا الثقافية. فاصل ونرجع. تزامنا مع الحملة الوطنية طبعا للتوعية من سرطان الثدي، وطبعا اللي بلشت ب 1 تشرين الأول مستمرة طيلة الشهر الجاري، وهي حملة للتوعية وأهمية الكشف المبكر عن هالمرض. واليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، وخاصة العلاج الكيميائي وهي أعراضه، وأيضا البدائل، مع دكتورة والأخصائية طبعا مجدن أولى، أخصائية معالجة كيميائية للأورام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. بالبداية يعني حكينا كثير هذا الشهر، وخاصة أنه هذا الشهر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، ولكن خلينا نحكي حضرتك كأنثى كيف يمكن بتكون الحالة النفسية، بتقدر تستقطبيها للمريضة، بتقدر تتعاطفي معها، يمكن وقوفك حدك كأنثى هو كتير مقنع وكتير مهم، وخاصة وقت العلاج. أكيد سرطان الثدي يعني هو يشكل النمبر 1 أو المرتبة الأولى بين السرطانات عالميا، وبلدنا سوريا نسبة شيوعه كتير عالية، والسيدة بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خصوصية، لأنه هذا الجزء الخاص من جسدها خسارته بتسبب رد نفسي كبير لإلها. لهيك نحن يعني توجهنا الأكبر لأنه الكشف المبكر. في حال سيداتنا توجهوا للفحص الذاتي وللفحص السريري عند الطبيب المختص، هن عندهم فرصة كبيرة ليحتفظوا بالثدي، لأنه لح يكون الموضوع كتير بسيط، لح نكتفي باستئصال الكتلة الورمية، وتحتفظ السيدة بهذا الشيء الخاص فيها واللي تتمنى أنه ما تخسره. كسيدات كلنا، أنا وحدة من الصبايا ومن السيدات، بدعو الكل أنه كل صبية من عمر 25 تتعرف على بنية الثدي الخاص فيها،
بشكل شهري. يفضل خامس يوم الدورة بحيث تكون بنية الثدي مرتاحة قدر الإمكان، تتعرف على البنية الطبيعية بهدف أنه أي تغيير بسيط تكشفه بمرحلة مبكرة، لحتى في حال لاحظت وجود أي تغير ببنية الثدي تتوجه للطبيب المختص وللفحص السريري والاستقصاءات المتممة، ونلحق الموضوع ببداياته بشكل بسيط. نعم دكتورة، يعني هلأ عم نبدأ مرحلة مرحلة، صار في فحص ذاتي ولا سمح الله لقيت أي كتلة السيدة، خلينا نحكي شوي بالتفصيل، إمتى الدكتور بيطلب الخزعة، وإذا كانت الخزعة خبيثة أو مانا حميدة كيف ممكن أنك تخبري الأنثى، وكيف ممكن كمان تحضريها للعلاج؟ نحن بنعرف أنه خلينا نقول كابوس العلاج هو الكيماوي، خلينا نقول، وخاصة أنه بهر الشعر بتفقد شوي كمان من جماله ومظهره، غير الحالة النفسية الصعبة اللي بتمر فيها. بداية وقت تجينا السيدة بشكوى إما جس كتلة بالثدي أو وجود تغير بشكل الثدي سواء احمرار أو تندب بالجلد أو العلامة الشهيرة اللي بنسمع فيها علامة قشر البرتقال أو وجود نزة من الحلمة، نحن نتوجه مباشرة للفحص السريري. في مواصفات سريرية معينة بالكتلة الطبيب بقدرها أكثر من غيره، سواء كانت مثبتة، حوافة غير منتظمة، حدودها مانا واضحة، هي بتوجهنا للخباثة أكثر من غيرها. حتى لو كانت المواصفات سليمة، الطبيب بواجبه يوجه المريض أو المريضة للفحص الشعاعي المناسب. بداية نحن نتوجه للإيكو، الإيكوغرام. في مواصفات صدوية معينة بيقدر لنا إياها طبيب الأشعة، بيوجهنا للمامو. كمان بالربط موجودات المامو، موجودات الإيكو، حسب الصفات الصدوية اللي بيلاقيها الطبيب نتوجه لأجراء الخزعة. الخزعة عبارة عن إبرة بتفوت بمساعدة الإيكو، بحيث نحن نقدر ناخد نسيج نعمل عليه التحليل النسيجي المناسب والمستقبلات الهرمونية. 90% من الكتل اللي ناخد منها خزعات هي كتل حميدة بالغالب، 10% صفة هو الموضوع الخبيث. ثبتت الخباثة، نحن بقى منفوت بموضوع يعني الاستقصاءات الثانية لننفي وجود نقائل بعيدة للمرض، بحيث نحن يكون الهدف هو الشفاء، هو استئصال المرض، والشفاء الخطوة الأولى له هو الاستئصال الجراحي. الجراحة ممكن تكون جراحة محافظة، أنا أستأصل الكتلة فقط مع حواف سليمة، ممكن أستأصل ربع الثدي، وممكن بحالات معينة أضطر لأستئصال الثدي بشكل كامل. في حالات معينة نحن ممكن نعطي علاج كيماوي سابق للجراحة، بحيث أني أصغر كتلة الورم وبهي الطريقة حافظ على نسيج الثدي عند السيدة. أهم شيء بحب أقوله للسيدات، في حال تم اكتشاف الخباثة ما أنا آخر الدنيا، هو موضوع قادرين نتعامل معه وقادرين نتجاوزه ببساطة. يمكن مريض تاني، مريض قصور كلوي، مريض قصور قلب، تكون نوعية الحياة عنده أصعب بكتير من مريض السرطان أو مريض الورم، لأنه نحن بمجرد استأصلنا الورم، بمجرد أخذنا العلاج المتمم وصلنا للشفاء، السيدة بنهاية هاي المرحلة بترجع لحياتها بشكل طبيعي. كان سؤالك أنه نحن العلاج الكيماوي وهذا الخوف من العلاج الكيماوي والآثار الجانبية، خليني أقول أكثر شيء ممكن يزعج المريضة هو خسارة شعرها. صحيح، ما أنا مشكلة، لح يرجع يطلع، ولح يرجع يطلع بطريقة كتير أحلى وبنوعية كتير ألطف. خلال 3 شهور من نهاية العلاج الكيماوي السيدة لح تسترد شعرها، فهي فقط مرحلة مؤقتة تعتبرها نيو لوك، يعني عم تجرب منظر جديد، تتعامل مع الموضوع بكتير أريحية، لأنه هو باتجاه الزوال، يعني ما هو موضوع دائم، شعرها لح يرجع يطلع. الأعراض الجانبية الثانية اللي ممكن تزعج مريضنا من العلاج الكيماوي هي الغثيان والإقياء، وطبعا الموضوع محلول لأنه
في علاجات موجهة لهذا الموضوع بحيث مريضنا يكون مرتاح قدر الإمكان. نعم. خلينا دكتورة نروح لفواصل توعوية. عم تبسها يمكن كل الوسائل الإعلام خلال هيدا الشهر. خلينا نتابع سوا. لا عندك شيء تسألي يا طبعا نحن بس بدنا نتشكر أكيد دعم الإعلام وكل الوسائل الإعلامية بهيدا الشهر زينب أكيد. من خلال بس الفواصل ومن خلال أيضا الضيوف لحملات التوعية يلي عم نشوفها من أجل سرطان الثدي، يعني الله يبعده عن الكل. أكيد هو الإعلام كمان هو جزء يمكن بيحمل هاي الرسالة التوعوية بالشراكة مع وزارة الصحة ضد أي مرض بيصيب أي سيدة سورية وخاصة سرطان الثدي. يعني هلأ بسوريا يمكن 2006 بلشت الحملة أول حملة للتوعية. خلينا دكتورة نحكي، خلصنا العلاج الكيميائي، إمتى بقى بتبلش سيدة تلجأ للعلاج بالأشعة وإمتى بتم استئصال الثدي بشكل كامل؟ بداية الاستئصال مثل ما حكيت من شوي، نحن ممكن نكتفي بالاستئصال الكلي أو استئصال جزئي. الاستئصال الكامل بيكون عندنا الكتلة بحجم كبير، ما في إمكانية لأنه نستأصلها مع هامش أمان واسع، لهيك بنضطر نستأصل بشكل كامل، أو في حال كان حجم الثدي صغير عند السيدة مع عدم يعني إمكانية أعطاء العلاج السابق للجراحة. بعد العلاج الكيماوي معظم السيدات بيحتاجوا للعلاج الشعاعي، في نسبة معينة من المريضات ما بيضطروا للعلاج الشعاعي، بتكون عندهم العقد اللمفاوية المجرفة سلبية، بتكون حجم الكتلة صغير، ممكن ما نضطر نعطيهم العلاج الشعاعي المتمم. الهدف من العلاج الشعاعي انه نمنع حدوث النكس الموضعي، وهو فترته 3 أسابيع تقريبا، احيانا ممكن تعوز السيده فتره اطول. بعد العلاج الشعاعي بعض المريضات اللي عندهم المستقبلات الهرمونيه ايجابيه بنحطهم على العلاج الهرموني اللي سمعانين فيه انه بيستمر الحب اللي بيستمر لخمس سنين او لحتى 10 سنين. مو كل سيداتنا بيحتاجوا العلاج الهرموني المتمم، في تحليل نسيجي معين بنعمله على الخزعه، في حال كانت المستقبلات الهرمونية إيجابية السيدة في إمكانية لإعطاء العلاج الهرموني. في العلاج الجديد اللي هو هلأ التركيز عليه كتير هو العلاج الهدفي أو التارجت ثيرابي، يعطى في حالات سرطان الثدي، في حال إيجابية مورثة معينة وأمراض تانية، في أدوية هدفية تانية مستخدمة. أثبتت هاي الأدوية فائدتها بتخفيف أو تقليل النكس، تأخير النكس وتحسين البقية عند السيدة. فترة العلاج كتوتل، نحن العلاج الكيماوي بيستغرق من 6 أشواط لـ 8 أشواط حسب الحالة السريرية اللي جاية فيها السيدة. العلاج الشعاعي المتمم كمان تقريبا خلينا نقول شهر أو أكثر شوي، يعني بالماكسيموم 6-7 شهور السيدة بتكون خالصة علاجها الكيماوي، هذا العلاج الراد لها المرهق، وهي وبترجع بتمارس حياتها بشكل طبيعي. نعم. دكتورة يمكن هي أبشع شيء، أبشع حالة من بعد الشفاء هو عودة المرض، ودائما يعني المريض أو أهل المريض بيحطوا اللوم على الدكتور. خلينا نشرح كيف بعض الحالات ممكن يرجع بعد فترة منيحة من الوقت سرطان الثدي يرجع يعيش من جديد بالجسم. هلا نحن بعد ما نخلص العلاج المتمم السيدة موضوع على المراقبة بشكل دوري، كل 3 شهور في عندها مراجعة على طبيبة
فحص سريري، استقصاءات شعاعية سواء طبقي محوري سواء صور بسيطة للصدر أو إيكو للبطن. فالموضوع بيكون تحت السيطرة بحيث أي نكس بأي يكتشف بمرحلة مبكرة. ما نحط موضوع النكس ببالنا لأنه بيصير هاجس، بيصير وسواس، بتصير السيدة بتخسر لذة أيامها. خلينا نخليه بعيد عن ذهننا، نحن قيد المراقبة، الموضوع تحت السيطرة، وفي حال رجع المرض نحن رح نرجع نتعامل معه وبطريقة خليني أقول هي معركة رح نحاربه ورح ننتصر. يعني نخلي هاي الفكرة دائما بذهننا. هي النفسية بتكون أصعب في المرة، يعني أصعب وقت كونه بيرجع، بس نحن الموضوع بكتير حالات، غالبية الحالات خليني أقول قابل للسيطرة. نكس المرض ما نو نهاية الدنيا، موضوع قابل نقدر نتحكم فيه. يعني تعرضتوا دكتورة مثل هيك حالة؟ كيف كانت نفسية المريضة؟ خلينا هيك يعني نعطي أمثلة للسيدات اللي عم يحضرونا. بس بدي أقول إنه مريض السرطان هو مريض خليني أقول مثال للصبر، مثال للتحدي، لقوة الإرادة. هو شخص بنتعلم منه، نتعلم كيف ندافع عن حياتنا، ما نستسهل بالأيام اللي عم نعيشها. لهيك يمكن تتعب نفسيته، بس هو قد التحدي، هو قوي كفاية إنه يحارب المرض بطريقته الخاصة بالتعاون مع طبيبه. مرحلة وبتخلص، يعني ما أنا نهاية الدنيا. أكيد. خلينا نحكي عن مركز أمل اللي حضرتك كمان تشتغلي فيه، نحكي عن آلية العمل فيه، وخاصة أنه مسؤول قسم كبير عن توعية المرض السرطان. أكيد. المركز في كادر كبير من الأطباء، نحن عم نقدم خلال هذا الشهر خدمة الفحص المجاني للسيدات إضافة للإيكو، مع تقديم النصائح والإرشادات اللازمة ومتابعة السيدات أيمتى ما حبوا. لآخر الشهر موجودين، أي سيدة أي صبية بتحب تتفضل لعنا نحن جاهزين. دكتورة في نسب طلعت من سيدات أو من صبايا جوا بهاي الفترة فحصوا؟ حاليا بهالعشر أيام اللي مرقوا كل الآفات أو الكتل اللي كانت الصبايا حاسة فيهم أو السيدات هن سليمات كانت. منيح، يلا الحمد لله. وإن شاء الله الله لا يرجع حدا. أكيد. يعني نحن بدنا نضم صوتنا لصوتك وندعي كل سيدة وصبية من عمر 25 أنه تبلش فعلا بالفحص الذاتي وفحص الإيكو حتى تتطمن، ويكون في كشف مبكر لا سمح الله إذا كان في أي كتلة خبيثة، نكتشفها بشكل مبكر وبدون خوف ويتم علاجها. أكيد. شكرا لك دكتورة مجد، يعني على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها. مثل ما قلتي يمكن هي معركة ورح ننتصر فيها. أكيد. بإرادتنا. أكيد. شكرا لك. يعطيكم العافية. شكرا كثير لك دكتورة. مهلا مشاهدينا في صار الوقت لحتى نروح لغرفة الأخبار لمتابعة آخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتي كاترين عديمة. صباح الخير يا كاترين. صباح النور ليا وزينب. مشاهدينا موجز أهم الأخبار بعد الفاصل. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاربة الإرهاب الدولي بما في ذلك في سوريا أولوية مطلقة. وأوضح بوتين في كلمة له خلال مراسم اعتماد سفراء جدد لدى موسكو أنه تم توجيه ضربة قاضية للإرهاب الدولي في سوريا، لافتا إلى أن بلاده تعمل على حل الأزمة فيها بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. يستعد آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة 29 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار. وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة على فعاليات اليوم اسم جمعة انتفاضة الأقصى، داعية إلى أكبر مشاركة جماهيرية فلسطينية في الفعاليات التي ستبدأ في فترة ما بعد الظهيرة، مشددة على التواجد بكثافة في مخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
رفض برلمان النظام التركي بأغلبية أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اقتراحا من حزب الشعب الجمهوري لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مجازر تنظيم داعش الإرهابي ونشاطه داخل الأراضي التركية. واتهم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أوسكار أوزال رئيس النظام التركي رجب أردوغان بالتحالف غير المباشر مع تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية المماثلة. أصيب صاروخ روسي من طراز سويوز بعطل بعيد إقلاعه من كازاخستان حاملا رائدين إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض، لكنهما تمكنا من العودة إلى الأرض سالمين بحسب ما أعلنت عنه مصادر في قطاع الفضاء الروسي. وكان مسؤول في قاعدة بايكونور الروسية قال إن العطل أصاب أحد محركات الصاروخ بعد 119 ثانية على انطلاقه متجها إلى محطة الفضاء الدولية التي تسبح على ارتفاع 400 ألف متر عن سطح الأرض. ختام المجاز، نعود لبرنامج صباحنا غير. شكرا كثير لك كاترين، وهلا اكيد متابعين بصباحنا لليوم ومتابعين ضمن حملات التوعيه على توعيه سرطان الثدي. يا زينب اكيد ليا، وممكن معي البروشور عن انشطه الجمعيه السوريه لامراض الثدي وفعالياتها ضمن شهر تشرين الاول، وهو مثل ما قلنا شهر التوعيه للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع تزامنا مع الحمله الوطنيه للكشف المبكر. ولا نحكي بشكل موسع على هالانشطه، معنا المهندس ساميه الكنج نائب رئيس مجلس اداره الجمعيه لامراض الثدي وعضو مؤسس ايضا بالجمعيه، لنحكي اكثر عن الجمعيه وانشطتها وفعالياتها بهذا الشهر. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، يسعد لي صباحك. بالبدايه يعني الجمعيه عملها كثير رح يكون يمكن ضخم وكبير خلال هيدا الشهر يلي كلنا عم نشتغل فيه. خلينا نحكي عن لمحه عن الجمعيه السوريه، خلينا نحكي عن شغلكم ايضا. هلا نحن الجمعيه السوريه لامراض الثدي تاسست بال2000 او شهرت بال2007، ومن وقتها طبعا نحن ضلينا عم نتابع نشاطاتنا. في فتره كم سنه وقفنا، وبال2016 رجعنا انطلقنا مرة ثانية بالنشاط. ونحن أهم شيء بنشاطاتنا هي التوعية، نعمل محاضرات للسيدات، وهالمحاضرات أكثرتها بتكون تزامنا مع الحملات المجانية اللي بنعملها بشهر 3 على عيد الأم، وبشهر 10 بشهر سرطان الثدي العالمي. هالسنة الحمد لله كانت الحملة على مستوى سوريا كلها حملة وطنية بمراكز أكثر، وطبعا كانت طبعا عندنا محاضرات بقى مضاعفه اكثر بكثير، صرنا من شهر اخر شهر 8 الحقيقه عم نشتغل بالمحاضرات، عم نحاول نوصل لاكبر عدد ممكن من السيدات بالمحاضرات، وطبعا وبدنا عم نشارك بالندوات وباي شيء ممكن نوصل صوتنا وفكرتنا عن الكشف المبكر. نعم، خلينا نحكي لك، انا معنا البروشور عن اهميه التوعيه والكشف المبكر وكيفيه الفحص، خلينا نحكي الفحص الذاتي وفحص بالايكو والماموجرام وايضا الشعاعي والكيماوي، فخلينا نحكي اكثر عن الحالات اللي عم تصاد فيها من النساء واللي ممكن تكون مصابه بمرض السرطان وممكن تكون عم توعيها، كيف يتم التعامل مع النساء وخاصه الصبايا الصغار اللي بيكونوا خايفين من اجراء الفحص. تمام، هلا اجمالا نحن هذا عم نحاول نعمله، انه نكسر قصه الخوف من الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نحن دائما اللي بنحكي انه سرطان الثدي لما بتكشفيه مبكر فهذا يعني حياه، يعني شفاء تام، نسبه الشفاء فوق 90%، باقل شيء ممكن من الشيء اللي بيكون بدايه ان كان ما بتتعرض لمعالجه كيميائيه او شعاعيه. هدفنا نحن نلقطه لما يكون بالميليات، يعني قبل ما ينجس. فنحن للاسف ببلادنا عم تجي كثير السيده متاخره على المستشفيات، فدائما عم يقولوا لنا الاطباء نحن عم تجينا السيده درجه ثالثه ورابعه، عم نضطر نعمل استئصال. هلا لما يكون الاصابه مبكره اللي هي مثل ما عم نحكي لسه ما لها مشوسه ولا عندها الاعراض، هل شيء حيوفر عليها العلاج او الاستئصال، بتكون جراحه محافظه، ممكن ما تعتاز كيميائي او شعاعي، مجرد متابعه او علاج هرموني لحتى بس نحافظ على في عندها فتره يعني مشان تقل الخطر. ونحن هذا هدفنا، لا ما تخافي، نحن دائما بنقول نحن بنقول كلمه السرطان ونقول واجهنا وعايشين،
ونعم يعني انه ما السرطان لا يعني موت، بالعكس بيعطي تحدي اكثر وقوه اكثر للسيده بدها تصير تواجه، بتعرف قيمه الحياه اكثر، بتعمل بتعرف حالها قيمتها بالنسبه للي حواليها، بتغير نظرتها للحياه، بتغير نظرتها للحياه وبتشوف قديش هي مهمه للناس اللي حواليها. انا دائما بقول لهم لما وحده بتنصاب ما بقى بتفكر بحالها، بتفكر بكل الناس حواليها شو بده يصير فيها من بعدها. هلا في كثير سيدات بخافوا انه نحن ما بدنا نعرف واللي الله كاتبه بده يصير وليش نشغل بالنا، فنحن بنقول لهم لا، انه عرفوا واجهوا الموضوع، لما بتنصابي ما بقى بتفكري بحالك، بتفكري بالناس اللي حواليك. فهلا انتبهي على حالك لحتى بعدين تكوني مع عائلتك وما تكوني عندك هالمضاعفات اللي بتاخديها من الكشف المتاخر. نعم، يمكن كثير في امهات ما عندها الخبره تعلم بناتها كيف بيتم الفحص الذاتي، وهون لفتني حاطين بالبروشور خطوات فحص خطوه الزاتي. بخطوه هي خطوه بخطوه تمام كيف بيتم الزاتي. الفحص هون كمان قديش مهم انه هي الحملات التوعيه والصوره، يمكن الصوره دي بتلعب دور تمام. مهم هلا نحن بحملاتنا بنعلم مباشره كيف الفحص الذاتي بيكون لكل سيده بتعملها. نحن بنقول من بدايات من 20 الوحده تبلش تفحص حالها كل شهر، بتنقي يوم مثل اخر يوم بالدوره بيكون الثدي مرتاح، بتعمل فحص بتتعرف على الثدي اهم شيء. يعني لهلا في ناس ما بيسترجوا يمدوا ايدهم على جسمهم يفحصوا، بيخافوا شو بدهم يلاقوا، فنحن بنقول لها انه تبلش تعرفي على ثديك على شكله على طبيعته، وبعك معك بتلاقي بتلاحظي اي تغيرات فيه، طبعا تغيرات بالجلد، تغيرات بلونه، بالحلمه، بالكتله، اي شيء بالفرق القياس. يعني في الشغلات اللي بتصير فجأة، طبعا مو الحالات اللي هي تكون طبيعة جسمها هي هيك الله خالقها، عندها ثدي مختلف شوي عن ثدي او حلمة غائرة او اي شيء. فمنأكد عليه انه انت تعرفي على جسمك من 20 بلشي، حددي يوم كل شهر تفحصي حالك بهاليوم، بتعرفي على طبيعة جسمك، نعلمها كيف تفحص حالها، كيف تكون. طبعا اهم شيء الفحص حيكون براحة اليد مو جس هيك، لانه حتى تحس كل ثدي بدها تكون، فهدول ثلاث اصابع اهم شيء، مو دسك بس اصبع عادي يعني. وشوي شوي مع طبعا تتعرف على ثديها بصير اسهل العمليه وما بتاخذ معها وقت. بس يمكن ما كان لازم تحطي صوره الماموغراف بالبروشور. لا، صوره الماموغرام هي حاجه ثانيه. هلا هي نحن عم نحكي بالعشرينات، فبالعشرينات نحن عم نقول هلا بنعمل هذا الفحص، وحتى اللي عندها بتشك بحالها بتعمل لقبل الأربعين بتعمل ايكو اذا في شيء. الماموغرام هذا للأربعين وطالع، يعني هاي ما فينا نقول بلاها، هاي شيء ثاني. والماموغرام ما بيوجع اذا هذه خايفه منه او بيخافوا منه، وحتى فرضا يعني توجعت هاللحظه بس هي هالشيء حيوفر عليها كثير وجع ومضاعفات ثانيه. يعني بس هي اكثر شيء العالم الحقيقه هو خوف، خوف انه ما بدنا نعرف. ونحن هذا هدفنا من الجمعيه كلها، انه عرفي واجهي. وفي معنا كثير حالات من السيدات المصابات بين كشف مبكر وكشف متاخر، ونحن بنحكي بتجارب فرق التجارب بين الكشف المبكر والكشف المتاخر والفرق المعاناه. يعني طبعا ما في شيء ما له معاناه، بس فرق مراحل هائله بين الكشف المبكر والمتاخر بالمعاناه. هي نقطه كثير مهمه يعني، وخاصه انه لو كان في نساء شفيو من سرطان الثدي وعملوا تجربتهم على النساء الثانيين، انه قد ايه في عندك هذا المثال الحي قدامك تعلمتي منه الصبر من اي مشكله بتواجهك بالحياه. كجمعيه اليوم شو عم تقدموا لمرضى سرطان الثدي ان كان بمرحله العلاج او ما بعد العلاج؟ شو الميزات يلي بتحلوا فيها كجمعيه؟ يعني الحقيقة نحن كجمعية هلا أكثر شيء عم نشتغل على قصة إنه التوعية، وإنه نعمل هالحملات للكشف المجاني. طبعا هالمرة هي بالتعاون مع مجموعة كثير أكبر بين حكومية وخاصة أو جمعيات ثانية، فهذا هدفنا. طبعا نحن بالحالة العادية لما بنكتشف عنها أي حالة بنتابع معها للسيدة، إذا بدها خزعة بنعملها الخزعة، بنعمل دراسه كمان شو طلع عنا، بنطلع حاول نطلع نسب واحصائيات للحالات، نرجع ندرس كل الصور اللي بتجينا على الجمعيه، بنطلع منهم الاحصائيات وبنتاكد من انه مزبوط القراءات، لانه دائما هو عالميا لازم يكون في قراءتين للصوره. واذا اعتازت شيء كمان ممكن نتابع معها اكثر بالجراحه، لانه كمان مشفى البيروني هو معنا دائما بمجلس الاداره بصفته الاداريه كهيئه، ومنحاول كمان اذا بنقدم لها دعم نفسي اذا هي بحاجه إلها ولعائلتها. يعني اي شيء بنقدر نقدمه
نحن من ما منقصر مع السيدة ومع عائلتها طبعا كمان، لأنه كلهم بكون بدهم دعم بهالمرحلة. نعم، خلينا نحكي عن أمثلة يمكن صادفتوها بهلأ هالكم يوم اللي فاتوا من حملات التوعية يلي عم تعملوها. يمكن في كتير ناس تفاجأت، في كتير ناس كانت متخيلة انه معه شيء وطلع ما معه شيء. خلينا نحكي هاي الأمثلة. دائما بالحملات بيكون في شيء، ونحن الحقيقة يعني منكون لما منلاقي منكتشف أي حالة فمنحس حالنا أنجزنا. يعني واحدة مو متعرفانة حالة أنه عندها، فنحن لكتير حالات لما عم نروح نعمل المحاضرات في مناطق مثلا بيكون معنا طبيبات بيقولون بيطلبوا مثلا أنه بين ما يصير وقت الحملة خصوصي بالقبل أنه خلينا الدكتورة تشوفنا تتأكد أنه مثلا عندنا شيء معنا شيء توجهنا شو نعمل. لقينا حالات في مناطق رحنا لها ولقينا حالات ومباشرة حولناهم على المشفى أنه شو لازم يعملوا ليكملوا إجراءاتهم. فيعني أثناء الحملة من حتى قبل ما تبلش الحملة من أول ما بلشنا المحاضرات بلشنا نكتشف حالات، وفي حالات كمان الحمد لله طلعوا مطمنين وما عندهم شيء، لأنه هي نسبة الإصابة يعني مو كل شيء ورم نحن معناته هو سرطان، نسبته كتير قليلة بالنسبة للأورام العادية. بس طبعا نحن يعني هدفنا نلقطه مثل ما عم بقولك بالمليات، لأنه هي لما يكون صغير ليصير خصانتي هو بعبارة عن 5 سنين، نحن هدفنا بهالمرحلة نلاقي بعد ما يصير سانتي فحيكون أكيد أسرع الانتشار يعني، وساعتها بندس وساعتها بكون قربنا للمراحل المتأخرة ممكن يصير في انتقالات ومعالجات تانية قاسية أكثر. لما تتعاملوا مع أحد المريضات اللي اكتشفت سرطان الثدي شو أول كلمة بتقولوا لها إياها؟ كيف بتكون نبرة الكلام معها و تحفيزها على العلاج وما تخاف من هذا المرض اللي صار مثل ما قلنا بسوريا خلينا نقول حالات أشفاء كتيرة فهو ما عاد صار هذا المرض الخبيث مثل ما عم نقول صار مرض قابل للشفاء. تماما، نحن بنقولها انه يعني بلاكس انه انت لازم تكوني قوية ولك في عندك نماذج تانية هي نحن موجودين مثلا وعايشين ونحن دائما بنأكد عليها. بلاكس كوني قوية لانه اذا انت كنتي قوية رح تتغلبي على السرطان وحتطلعي اقوى من الحالة اللي انت فيها. وصار يعني انه طالما العلاج متوفر صار مثله مثل اي مرض ثاني يعني، واحد لله يعني بالنتيجه اي حدا معرض لاي شيء والحمد لله يعني السرطان صار له على الاقل دواء وممكن نسبه شفاء عاليه وشفاء دائم. فانه ما تحط ببالها افكار ما انا منيحه، بالعكس تواجه المرض وتكون قويه وساعتها بتتغلب عليه ان شاء الله. نعم، نحن اكيد فخورين بوجود جمعيه مثل جمعيه حضرتك بالحياه وجمعيه سوريه لامراض الثدي، يمكن من اهم الجمعيات يلي عم تدعم جميع السيدات. شكرا لجهودكم، شكرا لكل اعضاء الجمعيه، شكرا لكل سيده يمكن عم تشوف وتروح تشيك على حالها وعلى وضعها، وان شاء الله الله لا يضر حدا والله يبعد هالمرض عن كل الناس. شكرا كثير لكم وان شاء الله تكون رسالتنا وصلت للكل ونشجعهم انه ما يخافوا، لانه نحكي احيانا بعد كل شيء بقول لسه خايفين، فمتامل انه يكسروا هالخوف ويحموا حالهم. اكيد نحن بدنا نشكرك كمان كثير على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها عن الجمعيه، وبندعي كل سيده وصبيه تتوجه لاقرب مركز للكشف المبكر عن سرطان الثدي. ودائما بنقول معركه الانثى بالحياه كثير كبيره، ما راح تخلي اي مرض أكيد. انه يهزمها، فهي ملكه الاراده. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لك زينب، حلقتنا لليوم وصلت لنهايتها. اكيد نحن كل يوم راح نطلع عليكم بتمام الساعه 9 صباحا. خليكي قوية وروحي فحصي حالك لكل السيدات، وأكيد كلنا جنبك وإن شاء الله لا يضر حدا يا رب. يوم جمعة مبارك على كل العائلات السورية والله يحمي الكل. شكرا لك زينب. شكرا لك يا ليا، ونهار سعيد ويوم عطلة ممتع مع أفراد العيلة لكل السوريين ومتابعي صباحنا غير. أكيد نتمنى لكم وقت ممتع مع الأحباب والأهل، وتضلوا بألف خير. باي باي.